صديقي، وانا الحقيقه معايا برضو تليفون مهم اخير، وهو محمود محمد مصطفى، وهو المساعد الذي اختاره الراحل الكبير عبد الرحمن الابنودي ان هو اللي يكون في لحظه غسله الاخيره، وهو اللي رافقه في فتره حياته في الاسماعيليه. اهلا بيك يا استاذ محمود وخالص العزاء. اهلا بيك يا فندم، شكرا الله سعيد. اهلا بيك. انا طبعا عارف يعني خالص العزاء ليك، وعارف قد ايه الالم والحزن اللي انت بتحس بيه دلوقتي، بس احنا كمحبين ايضا للراحل الكبير عايزين نعرف اللحظات الاخيره، هل قال حاجه؟ هل كلمك في حاجه؟ كيف كان هذا المشهد الوداعي الاخير؟ والله الوضع كان صعب علي انا بالذات، ان انا شفت الاستاذ حوالي 28 سنه يعني عمر تاني الله يرحمه. ومن نتكلم عن الاستاذ عبد الرحمن الابنودي، نتكلم على الهرم الرابع في الشارع العاميه، او الروح الصافيه في الشارع العاميه، او انسان او الجبل، يعني مش عارفين لو طفل من الصفه ساعدنا ايه يعني ماله، او خيراته اللي عملها لا تحصى ولا تعد. نعم. استاذ الرحمن يعني بالنسبه ليا كالبحر اللي كنت اشرب منه، كان يطبطب عليا. أب روحاني هي، يعني زي ما حضرتك عرفت ان هو اختارك، هو اختارك انت اللي تكون على الغسل. هو اختارني من اقاربه، يعني حطني على اقاربه ان احضر غسله، وناداني امبارح فرحت له النهارده على اساس ان اشوفه واجيبه بخير وبسلامه، ولكن العكس حصل. قدر الله ما شاء فعل. هل انت شفته قبل وفاته على طول؟ انا ولا ما لحقتش في المستشفى؟ والله انا دخلت من باب الغرفه فالسنه اللي هي طلع. يعني كان في انتظاري. لا حول وانا في يعني في الشغل البقاء دي. البقاء لله وخالص العزاء. وبشكرك شكرا جزيلا استاذ محمود محمد مصطفى، وهو الرجل اللي يعني اختاره الراحل الكبير عبد الرحمن الابنودي ليكون في المشهد الاخير يغسله استعدادا للقاء ربه. نسال الله تعالى له المغفره، ونسال الله تعالى لهذا البلد ان يمن عليها بقامات كبيره وضمائر حره وقلوب عامره بالدفء زي الراحل الكبير عبد الرحمن الأبنودي. هي ليلة صعبة، وكل اللي بتمناه من الليلة دي انه الولاد الصغيرين والأجيال الجديدة تعرف قد ايه قامات الناس دي وقيمتها في حياتنا، وتفكر كده ان الناس اللي بتعيش عشان بلدها طول الوقت وقلبها بينبض بحب بلدها هتفضل خالدة، وهتفضل في حياتها ليها قيمة، وأيضا في راحلها ليها قيمة، وإحنا هنفضل فاكرينهم. ودي بلد مش هتموت فيها الرموز أبدا مهما كان. عبد الرحمن الأبنودي هذا الرجل العابر حتى لكل خلاف سياسي أو حزبي، هذا الرجل الذي قدم دون انتظار شيء، كل المقربين منه يعرفون أنه لم يترك شيئا كبيرا، كل كان عايش فيه حتة أرض صغيرة في الإسماعيلية. العمل للبلد دي والحياة من أجلها وحبها بيخلد الناس وبيكبرهم، بيكبر البلد وبيكبرهم. وإحنا لو ما عشناش على الرموز دي وحافظنا على قيمتها جوانا نضيع ونتفكك ونتشتت. طول ما في علامات مضيئة في تاريخنا، في الأدب وفي الشعر وفي التاريخ وفي السياسة وفي الدين وفي الفقه وفي الحكم وفي الإدارة، طول ما بنقدر نكمل. أول ما تسمع كلام عن هدم الرموز وإطاحة الماضي اعرف إن إحنا في خطر، ولأننا مؤمنين بده هنفضل طول الوقت ذكرى عبد الرحمن الأبنودي وذكرى كل القامات النبيلة اللي في حياة البلد دي باقية في قلوبنا بكل إجلال وبكل احترام. نسأل الله عز وجل أن يبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله.
اشوفكم الاسبوع الجاي، تصبحوا على خير. يعيش جمال عبد الناصر، يعيش بصوته واحلامه في قلوب شعوب عبد الناصر. مش ناصري ولا كنت في يوم، بالذات في زمنه وفي حينه، لكن العفن وفساد الأم نساني حتى زنازينه في سجون جمال عبد الناصر. ازاي ينسينا الحاضر طعم الأصالة اللي في صوته؟ يعيش جمال عبد الناصر، يعيش جمال حتى في موته، ما هو مات فعاش عبد الناصر. اسمه جمال وجميل فعلا، ياما شفنا شجعان خوافة عظيم، وكان انسان طبعا. المجد مش شغل صحافة، علشان ده عاش عبد الناصر. اعدائه كرهوه ودي نعمة، من كرهه اعدائه صادق. اعدائه كرهوه ودي نعمة، من كرهه اعدائه صادق. في قلبه كان حاضن أمة، ضمير وهمة ومبادئ ساكنين في صوت عبد الناصر. ملامحنا رجعت.